يعني التلوث البيئي لبلديات الصفاقس عاجزة أن تجد منصبا للفضلات، كان قبل يضعونها في مدينة العقارب، و يعني أهل العقارب انتفضوا على ذلك، واليوم نشاهد مع بعضنا مسيرة لأهالي المحرس انتفضوا على فكرة أنه وزيرة البيئة عملت زيارة لصفاقس ولكنها للأسف فشلت في إيجاد حل معضلة تصور صفاقس المدينة الاقتصادية، صفاقس الوزن التاريخي اليوم تعاني يعني أزمة غير مسبوقة في التلوث. نشوفوا مسيرة من أهالي في أهل المحرس اللي رافضين أنه تدخلهم الوزارة مصب في المحرس عوضا عن عقارب. بعض الثواني ربما دقيقة في المحرس وراجعين. دكتور، كنت تشاهد معنا ربما هذه المعضلات الأولى اللي من المفروض الحكومة تعالجها. وزيرة البيئة عملت زيارة صفاقس وعاجزت عن إيجاد حل. اليوم الشارع الاجتماعي هذا إذا تعاظم على الشارع السياسي ربما هذا يكون أحد المعضلات الحقيقية اللي تواجه الرئيس قيس سعيد وحكومته. شوف راهو انا وقت اللي نشوف المناظر هذه قلبي يوجعني، لاني نتذكر انه في عهدي انا في 2011 2014 صار هناك مؤامره كبرى على الثوره بقضيه النفايات، يعني زبله ما عادت ترفع في جربه وقتها في جربه صارت، يعني وكانت يعني عمليه بالغه القذاره من الدوله العميقه لضرب الثوره. الشيء اللي خوفني هو هذا التصرفات، إضافة إلى هذا راه باش تجي أزمات بيئية أخرى، الناس زادة ماهيش فايقة بها، مثلا أزمة الماء، أزمة العطش، قداش نبهت وقداش حاولنا وقداش كان 3 سنوات حاولنا يعني نحطوا برنامج يعني لحماية تونس من العطش، قضية البذور، قضية حماية يعني التصحر البحر إلى آخره، يعني ثم كوارث بيئية كبرى قاعدة تترسم في البلاد، وهذا هو الشيء اللي أنا يحزنني، هو أنه في عوض في هالعشر سنوات يعني حطينا كل هذه الإشكاليات ولاهين بها ليلا نهارا، ضيعنا كل هذا الوقت. الثورة المضادة هي اللي ضيعت كل هذا الوقت، لأنه في 3 سنوات متاع الثورة صدق ولا تصدق كانت الأفكار واضحة، البرامج أو شيء زمنا نعمله في الماء أو شيء زمنا في النفايات أو شيء زمنا نعمله في تحلية مياه البحر أو شيء زمنا نعمله في محاربة الفقر، كانت البرامج موجودة وكنا جاهزين لو لم تدخل الثوره المضاده والمال القذر والاعلام القذر، فاني باش اقنع الناس باش يمشيوا يصوتوا للرئيس الثوره المضاده، وشفتوا في 5 سنوات اللي ما وقع فيهم حتى شيء، وتفاقمت كل الازمات والان ها هي زادت تتفاقم يوما بعد يوم، وبعد كده بروحات كيفاش باش تحلها، لان كل يوم نتاخر فيه عن حل هذه الازمات كل ما هي تزداد عمقا كذا. والله الله يحفظ تونس، الله يحفظ تونس من هالاشرار.